المسلمون في مختلف أنحاء العالم يحتفلون بعيد الفطر المبارك الذي يأتي بعد أن انتهوا من صيام شهر رمضان، لكن فرحة العيد لم تكتمل في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد أحداثاً خاصة بدءاً من الأراضي المحتلة في فلسطين، حيث التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر لم يشفع للقطاع مروره بستة أشهر كاملة من التدمير والإبادة أو حتى دخول شهر رمضان حتى يتحقق له الهدوء، حيث يستمر العدوان الإسرائيلي في أقصى صوره وأمام مرأى ومسمع وصمت من المجتمع الدولي. في الجناح الفلسطيني الآخر بالضفة الغربية أيضاً تتعرض المدن والبلدات الفلسطينية لاقتحامات متكررة ويومية، فضلاً عن فرض الاحتلال عوائق وانتهاجه استفزازات متكررة بحق الفلسطينيين. وفي لبنان ألقى التوتر في الأراضي المحتلة بظلاله مع مخاوف من تصعيد إسرائيلي محتمل بسبب التشابك بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي على الحدود، وما قد يتبعه من تصعيد مؤكد للأزمة السياسية والمالية الذي يعيشه البلاد بالفعل. الأراضي السورية لم تسلم هي الأخرى من يد إسرائيل التي تطال مناطق سورية بين الحين والآخر بزعم استهداف عناصر إيرانية ومعادية لإسرائيل. وجنوباً في اليمن يستمر الوضع في التدهور والتصعيد، فلا تزال ميليشيا الحوثي المسيطرة على العاصمة صنعاء تمثل ثقلاً كبيراً على كاهل اليمنيين منذ 10 سنين باتت فيها البلاد على شفا الجوع، ممثلة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية حول العالم، كما ينظر تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر بكارثة دولية واتساع للصراع القائم في الشرق الأوسط بصورة لا يمكن الحد منها في حالة خروجه عن السيطرة. أما السودان فتبقى فيه الأزمة بين الجيش السوداني والدعم السريع وسط تناحر دام قتل الآلاف وأجبر الملايين على الخروج من البلاد والانتقال من مواطنهم، مع تحذيرات أممية من خطورة الأوضاع الإنسانية المتدهورة. عيد سعيد وأزمات محزنة ودعوات بأن تلوح في الأفق حلول للصراعات تعيد البسمة للوجوه والسلام للشعوب.